دكتور بشير الياس موجود معنا اليوم، اختصاصي جراحة عامة وجراحة بالمنظار. اليوم موضوعنا أكيد رح يكون الجراحة بالمنظار عامة، بس كمان رح نحكي عن بعض الجراحات المحددة، خاصة أنه دكتور الياس رجع على لبنان بجائزة من فرنسا. أهلا وسهلا فيك دكتور الياس. جائزة من فرنسا رح نحكي عنها، بس حضرتك بالأصل تلميذ لبنانية، جامعة لبنانية، وهذا أكيد جامعة لبنانية، شرف كتير كبير لألنا. خبرنا عن الجائزة شوي. الجائزة هي عبارة عن جائزة لتكريم جراح مهم بفرنسا اسمه فيليب موري. هالجراح بسنة 89 هو يلي أدخل جراحة المنظار على فرنسا. جراحة المنظار هي عبارة نعمل شق سنتي واحد بالذكرى، منفوت كاميرا مع جراحات صغار 5 مليمتر 5 سنتي 1 سنتي أو 5 ملي مع الانسترومون نستعملهم، فينا نعمل عملية بلا ما نشق المريض منشان نوفر عليه مضاعفات بعد العملية. أي عملية بالبطن ممكن تنعمل بهالطريقة؟ كل العمليات، كل العمليات من جراحة المعدة، جراحة الكبد، جراحة النصاحة، جراحة المصران، كل العمليات تنعمل بهالنظور. أكيد إلى كل مريض له مميزات تتنعمل أو لا بهالجراحة، بس أكتر وأكتر هالجراحة صارت مطلوبة، وصار كل الجراحين مفروض يعرفوها، لأنه رح عم تصير أكتر هي المستقبل تبعو الجراح. الجائزة كانت على شو بالتحديد؟ الجائزة هي لأنه فيليب موري هو شخص أدخل سيليوسكوبي جراحة بالمنظار على فرنسا، حبوا يكرموه، بيعملوا جائزة للي بيقدم عملية فيها ابتكار بجراحة المنظار بالسيليوسكوبي. هالجائزة بتتقدم إجمالاً لجراحين شباب أصغر من 40 سنة، وهالسنة أخذتنا. شو كان الابتكار؟ الابتكار هي جراحة للمصران بثلاث ثقوب بس، مع شلت المصران من الأنوس من باب البدن، لأنه إجمالاً تنعمل هالجراحة بالمعترف فيها عالمياً هلأ مفروض نعمل جرح 5 سنتيمتر من بعد ما تخلص العملية مشان نقدر نشيل المصران. الفكرة أنه أنا ما عملت هالجرح 5 سنتيمتر، شلت المصران من باب البدن. وهالشيء شو رح يساعد المريض او شو رح يعمل؟ كل جرح بالبطن حتى لو كان سنتي او 2 سنتي او 3 سنتي ممكن يعمل مضاعفات بعد العمليه، ممكن يلتهب، يعني 5 سنتيمتر جرح ممكن يلتهب يعمل يعني عمل، خاصه بالبطن، خاصه بالبطن لانه المصران اجمالا شغله منا كثير نظيفه، اذا طلعناه من قلب الجرح ممكن يلتهب الجرح، ممكن المريض يعمل فتاء، يعني بس بقى فتحنا البطن بتصير البطن ضعيف، ممكن المريض يعمل فتاء بعد العمليه. وقت ما بنعمل هالجرح ما عندنا مضاعفات جانبيه، مضاعفات بعد العمليه، ما في التهاب، ما في فتاء بعد العمليه، والمريض بيرجع على شغله اسرع لانه عنده بس ثلاث جروح صغار 1 سنتي و5 مليمتر. شو اللي خليك يعني تقدم على هيك عمليه، خاصه انه بالنهايه لحتى اللي تقدر تبرهنها انها فعاله رح تمارسها على مريض مزبوط اكتشوال، يعني مش ما يعني فيك تعمل اختبار؟ انا يعني جراحه عامه، واكثر شيء استهواني الجراحه بالمنظار، مشان هيك عملت كفايه اختصاص ببلجيكا سنه بجراحه منظار بس، واللي هي جراحه شوي بدها تكنيك اصعب من غيرها، لانه الانسان هو ثلاث ديمونسيون، نعم، ثلاث ابعاد، ونحن بجراحه المنظار بنشتغل على بعدين لانه عندنا صوره بس، يعني شوي بدها اكثر خبره. مع الوقت مع الخبره 5 سنين 6 سنين بصير فينا نبتكر اشياء يلي تريح المريض، تخفف المضاعفات بعد العملية، مشان هيك اجتني الفكرة اعمل هالعملية. طيب بعد هالخبرة اي سايد افكت للجراحة بالمنظار غير الجراحة العادية؟ يعني بعد في كثير من الاطباء بفضلوا الجراحة العادية وبيعتبروها انه يعني آمنة اكثر، ممكن انه توصل لنتيجة سليمة اكثر ويعني اكيدة اكثر. يعني آمنة اكثر، كل الدراسات اثبتت انه حتى الجراحة السرطانية بالمعدة بالمصران بالبطن حتى بالصدر كلها بتنعمل بذات الدقة وبذات النتيجة، يعني النتيجة حتى على المدى البعيد منشان انه اذا الكونسير او السرطان رح يرجع او لا، ما في فرق بين الجراحة الكلاسيكية الجراحة التقليدية وجراحة المنظار. الجراحة المنظار النتيجة المنيحة انه أول شغلة ما في جرح كبير، يعني المريض تاني يوم أو تالت يوم
بيرجع بيمشي دغري 3-4 ايام بيرجع على البيت وبعد جمعه في يرجع على شغله. ما في وجع كثير وما في المضاعفات يلي كنا نشوفها بالجراحه التقليديه يلي هي الالتهاب الفتاء وغيرها. بس حديث هلا في عمليات ممنوع تنعمل بجراحه المنظار، او عند المريض بيكون يلي عنده مشاكل قلب كثير، يلي عنده مشاكل بالدم، يلي عنده مشاكل رواية، بنفضل انه ما نعمل له جراحه منظار لانه بنضطر ننفخ البطن بهواء ممكن ياثر على الرواية وعلى القلب اذا المريض منه بحاله جيده. فاذا في هالحالات الحالات المعينه يلي والا الجراحه بالمنظار اثبتت انه هي الافضل، هي ذات النتيجه تبع الجراحه الكلاسيكيه من خلال النتائج ومن خلال المضاعفات احسن بكثير. وبتتوقع يعني انه بعد 10 سنين او اقل كمان يكونوا كل الجراحين ضروري انه يكونوا اقل من 10 سنين؟ لانه هلا في كثير اختبارات عم بتصير على الجراحه من بنسميها نحن بالاوريفيس ناتورال، يعني من التم ومن باب البدن بدون ولا جرح، حتى بدون جرح ثقوب. يلي 1 سنتيمتر يلي 1 سنتيمتر بقلب البطن. يعني هلا عم بتصير الاختبارات اكثر، عم بيطوروا كل المعدات تصير بس تنعمل الجراحه من التم ومن باب البدن. نعم. يعني بتصور من هلا ال50 يعني الجراحه الكلاسيكيه كثير 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 رح تخف. وهون قلنا انه من بعد العمليه المريض بيقدر رجع لحياته الطبيعيه بفتره اقصر بكثير من اذا كانت الجراحه كلاسيكيه. مزبوط. بس كمان بتختلف حسب نوع الجراحه، يعني في جراحات اصلا هي بسيطه وفي جراحات نحن بنقارن يعني ذات العمليه بالجراحه الكلاسيكيه وبالجراحه بالمنظار. يعني يلي المريض يلي عامل عمليه الزايده جراحة كلاسيكية وجراحة المنظار يمكن ما في كتير فرق بيناتهم، بينما يلي عامل عملية معدة أو عملية مصران بجراحة المنظار أو بالجراحة الكلاسيكية بنشوف فرق. إنه بالجراحة الكلاسيكية يمكن بده جمعة 10 أيام تيرجع على البيت، بجراحة المنظار أوقات 3 أيام في يرجع على البيت. هل الجائزة يلي أخذتها وهل طريقة أو التكنيك الجديدة يلي تبعتها واللي استحقت جائزة، يعني صار في بيقول شو هالشيء انه صارت تستعمل كتقنيه او صارت تدرس كتقنيه او هي التقنيه بدها اكثر دراسات وما فينا نطبقها على كل المرضى؟ يعني في مرضى معينين حسب الشكل تبعولهم حسب نوع المرض اللي عندهم اياهم فينا نستعملها. يعني اليوم دكتور بشير الياس بس بيقدر يستعملها حاليا؟ لا، لانه في استعملت قبل بس منا لانه بدها تكنيك شوي اصعب عند الشرجانيين مش الكل بيستعملوها. منشان هيك في نصير نعمل اختبارات انه ننقي المرضى يلي يعني شوي شوي يصيروا الجراحين يستعملوها اكثر، على امل انه بعد 3-4 سنين اذا بدنا نشيل المصران فينا نشيله بجرح واحد يلي هو 1 سنتيمتر او جرحين. بس هل جايزه فيليب موري شو؟ جايزه فيليب موري هي لانه جراح شاب. نعم. عطى فكره غريبه شوي مش كل الجراحين بيستعملوها، بس يعني في فكره جديده بالنهايه. مزبوط. كيف بيعملوها انتشار الفكره؟ اول شيء بالمؤتمر السنوي يلي هو مؤتمر بتنظمه بليون. كان في اكثر من جراح، كان في اكثر، هو مؤتمر انترناسيونال بين سويسرا لوكسمبورغ ايطاليا وبلجيكا. نعم. كان في اكثر من جراح يلي شافوها وتعرفوا على هالتكنيك، واكيد بتصور رح يستعملوها. يعني اذا عندهم مريض ايديال مثالي يستعملوها فيها رح يستعملوها. الشغله الثانيه انه رح اعمل لها انشرها بمجله طبيه قريبا يلي هي بتصير اكثر ديفوزي، رح استعملها اكثر واكثر على مرضى ممكن يكونوا مثاليين هالعملية. كنا عم نقول كاختصاصي يعني عم بتحكينا عن انه الانسان هو 3D ولكن انتم عم تشتغلوا ب 2D، فاذا يمكن مش كل الاطباء قادرين انه يشوفوا هال هي صعوبة 3D ان 2D. صعوبة الجراحة بالمنظار انه بده واحد وقت يتعود يقشع ويستعمل المنظار مزبوط الانسترومون بهالجراحة تيقدر يفرق بين بعدين او ثلاث ابعاد الصوره والحقيقه. مزبوط. وهون اوقات كثير المرضى بيكون عندهم خوف انه الطبيب كيف بده يشوفني على الصوره ويقدر يشتغل بالحقيقه. هون بترجع للخبره،
خبرة تبقول الجراح أنه يقدر يعمل هيك عمليات وأنه يقدر يطلع بنتيجة مضبوطة بدون مضاعفات جانبية. يعني في كتير من الجراحات يعني بتاخد جرحة كتير كبير وكتير متعب لحتى يصح حتى لو ما كان في مضاعفات مزبوط. يعني وبيعطله حياته للمريض مزبوط. لوقت كتير طويل وأوجاع يعني مثلا المريض أقسى من العملية قعد 48 ساعة بالمستشفى ورجع على البيت ما في مشكلة رجع على شغله بعد جمعة. أنا عملية بالمصران يعني تعد عملية من العمليات الكبرى بالجراحة العينية. في كتير مشاكل ممكن تتأتى من بعد العمليات إجمالا لأنه المريض بيكون تحت مخدر أو لأنه هلأ في عم نقول أنه ينفخ البطن أو إلى آخره مثل طوي المصران ولا عقدة المصران مثلا أو أي شيء تاني من هالقبيل، بيساعد بيشيل منظار بأنه ما يكون فيها المضاعف. من فوائد الجراحة بالمنظار أنه ونحن وقت نعمل جرح بالجسم حيالله جرح بالبطن بيولد بنسميهم نحن أديرونس، يعني بيجي المصران بيلزقوا مع بعضهم حد الجرح يلي هي إجمالا بتعمل عقدة المصران. بالجراحة المنظار لأنه بنعمل جرح كتير صغير ما في مجال أنه ينزف كتير المريض وما في مجال أنه يجي المصران يعلق فيه. في حالات بعدها بيجي المصران ولكن النسبة رح تنزل، النسبة كتير قليلة بالنسبة للجراحة التقليدية. هل كمان ممكن أنه كمية المخدر أو وقت التخدير يكون لا. أقل؟ ما قالوا نفس الشيء حسب نوع العملية. إذا بنعمل عملية مصران بالمنظار بدها وقت ساعة ساعة ونص، ما بينها مع عملية الزايدة بدها وقت 20 دقيقة بالمنظار. يعني حسب نوع العملية في عمليات تاخد أكيد أكتر وفي عمليات تاخد أقل بس بالمنظار إجمالاً أسرع العمليات لا. لأنه ما عندنا جرح تنسكره آخر شيء. هذا من الإيجابيات كمان لأنه وقت التخدير يعني أقل. أهم بالنسبة للمريض وبالنسبة حتى لألكم. أهلا وسهلا فيك دكتور بشير الياس، أهلا وسهلا فيك ومبروك عليك الجائزة. طبعاً بكل الأحوال هذا فخر لألنا بس كونها كمان الجامعة اللبنانية فخر أنا كمان أنا بس بدي أقدم هالإنجاز الصغير. يعني البلد لبنان، أنا ما بشتغل هون عايش برا، بس بلد لبنان للجامعة اللبنانية خاصة لنقابة الأطباء، لأنه بحب شجع كل شاب لبناني حتى لو كانوا ما عندنا كتير مقومات إنه ممكن نوصل. عنا قدرات هلا ما عنا ظروف بس مع هيدا وكله عم نوصل. كل شخص لبناني عنده قدرات إنه يوصل. أهلا وسهلا فيكم كتير. يا هلا مشاهدينا، وقفة هلا ومتابعة لايف.